تعالوا بينا الاول وصفه عندي النهارده اللي هي بسكوت شوكولاته بجوز الهند. سجلوا لي المقادير لان اطفالكم هتحبوا. اهم المكونات عندي هنا الزبده والدقيق. الزبده والدقيق ناخد بالنا كويس جدا منهم، ناخد دقيق نوعيه كويسه تكون الحبايه بيضه معايا حلو جدا، والزبده بتاعتي تكون زبده صفراء وحلوه ونسبه الحليب فيها ما تبقاش كتير. يلا بينا ناخد بسكوت شوكولاته بجوز الهند ومقاديره. هناخد 250 جرام زبده لينه، 2 بيضه يكونوا كبار الحجم بتاعهم كبير مش متوسط مش صغير، نص كوبايه من كوبايه الزيت، كوبايه الزيت اللي هي بنشرب فيها الشاي اللي هو كاسه العنبه، كمان كوبايه سكر نفس الكوبايه هنوزن بيها، كوبايه سكر، نص من من النشا، نص كوبايه نشا، 5 جرام من الفانيليا يعني باكيت فانيليا صغيره خالص نفس اللي في المغرب نفس اللي في مصر، هنا هي الباكيت حاجه واحده، كمان عندي نص كوبايه من الكاكاو الخام، دقيق هنخليه حسب الحاجه، بس في النورمال بنستعمل ما بين 3 ل 4 كاسات، يعني هنحضر 4 كاسات جنبنا من الدقيق يكون منخول على 3 مراحل، يعني هنخله اول مره، ثاني مره، ثالث مره، ليه بنخله الفتره دي كلها؟ عشان البسكوت بتاعي يبقى هش معايا وحلو جدا. ده البسكوت بس كده. هعمل له حشوة بقى. الحشوة عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيضة، عبارة عن نص كوباية سكر بودرة، كيس فانيليا اللي هو 5 جرام، كمان عندي كوبايتين من جوز الهند نعديه في الكبة كده نبشره شوية كمان مرة واحدة أو نعديه في المصفة ونقعد ندوس عليه بإيدينا لحد ما ننزله كويس قوي، كمان عندنا معلقتين كبار من اللبن المحلى المكثف اللي بيديني طعم حلو جدا للحشوة. خدنا الزبدة بتاعتنا وهنضربها حلو قوي لحد ما تبقى معايا كريمي جدا. طيب ضربنا الزبده بتاعتنا بقت كريمي معايا خالص، تبقى كريمي 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 كانها كريمه زبده، تبقى معايا كريمي اضربها كويس قوي. هنزل عليها السكر بتاعي، السكر العادي جدا، وهاخد معاهم شويه من الفانيليا، وهاخد معاهم الزيت. مش هضرب السكر لوحده مع ايه؟ مع الزبده، لا انا مش عايزه كده، اتبعوا الطريقه دي في البسكوت ده هتبقى معاكم حلوه قوي وهتعجبكم. يلا بينا. اوكي نعمنا الزبده مع الفانيليا مع السكر مع الزبده. جه دور ايه؟ جه دور البيض يا زوزو. هناخد البيض بتاعنا اهو وهقوم بصوا بقى هضيف النشا على الشوكليت بتاعي، يعني الاثنين مع بعض. خليني انزل دول كده اهو، ضفنا دول مع دول. هنسيب الدي اخر حاجه مع البيكنج باودر، ممكن البيكنج باودر نضيفها على ايه؟ على الكمية على طول مرة واحدة زي ما أنا هعمل دلوقتي. هاخد البيكنج باودر مع البيض وهبتدي أضرب. يلا بينا. ضربتهم لمدة 3 دقايق بقوا معايا فومي. هنزل اللي هنا وهنزل الجوانب بتاعتي كلها عشان أتأكد إن كل حاجة اندمجت مع بعضها وامتزجت كلها بقت حاجة واحدة معايا. بصوا في المرحلة دي ضفت النشا والكاكاو، الكاكاو بتاعي أو الشوكولاتة البودرة بتاعتي. هعملها كده قبل ما أقلبها، هقلبها تقليبة بسيطة عشان ما نطيرش النشا والكاكاو في المطبخ كله فيبوظ لنا الدنيا. دايما بفكركم بالحته دي عشان قل من لا يسهو، طبعا انا احيانا نفسي بنساها تماما، فلازم نخلط كده يا اما هنلاقي المطبخ عندنا باظ خالص. هقلب اهو بالشكل ده، بعد كده هضربه ضربه واحده تانيه بالخلاط عادي جدا. اوكي ضربناه بقى معايا فومي زي ما انتم شايفين. هبتدي انزل بالدقيق بتاعي مش كله، احنا قلنا هناخد الاول مقدار تقريبا كوبايتين اهو، هاخد مقدار كوبايتين اشوف العجين اتلم ما اتلمش معايا، وصلت للقوام اللي انا عايزاه ما وصلتش للقوام اللي انا عايزاه، ونفس الفكره في الدقيق، نخلط الاول باي سباتولا وبعد كده نكمل اهو بالطريقه دي لحد ما نحس ان الدقيق كله مسك في ايه؟ في العجينه بتاعتي او في الخليط الكريمي اللي احنا عاملينه. ايوه يلا بسم الله.
بصوا بقى، في نقطة مهمة جدا عايزة أكلمكم فيها، حتة إني أفضل أحط دقيق عشان عيني شايفة إن الدقيق معايا لسه طري جدا، لا، لازم أخد العجينة في إيدي وأعمل لها كده. المفروض ما لاقيش البقايا دي في ايدي، يعني انا لو مسكت العجينه المفروض ما لاقيش بقايا دي في ايدي خالص، ده معناه ان العجينه محتاجه مني شويه دقيق كمان. هنزود بالراحه 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 على قد ما نقدر، يعني مش هنزود كل حاجه مره واحده، هزود الدقيق واكمل عجن لحد ما العجينه تبقى معايا عجينه متماسكه ما بتلزقش وفي نفس الوقت طريه قوي. هحتاج هنا كمان دقيق شويه. حلوة قوي كده القوام بتاعي، بصوا حتى وانا برفعها اهي، بصوا دلوقتي اهي، يعني بصوا العجينة بتاعتي عاملة ازاي اهي، هي دي العجينة بتاعت البسكوت اللي انا عايزاها، بسكوت هش جدا وحلو قوي 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 ورائع بصراحة. خليني انزل كله هنا، عايزة تتلم لمة بسيطة زي ما انتم شايفين. الصح بقى بعد ما لمها اعمل لها ايه؟ بعد ما لمها بالشكل ده كل اللي انا هعمله هدخلها التلاجه ربع ساعه. طيب يا زوزو دخلتها التلاجه ربع ساعه وخلصت، هاجي بقى هعمل خطوه حلوه قوي دلوقتي، احضر الحشوه بتاعتي وهي في التلاجه، هاخد جوز الهند، سكر البودره، اللبن المحلى المكثف، خليني عشان عايزه اعملها بايديا لان البسكوت بحب اشتغله بايدي جدا، وكمان الفانيليا بودره او سايله، الاثنين هتنفع معاكم، والبيضه. عايزين تضربوها في الخلاط اضربوها، بس هي يفضل انها تبقى بالشكل اللي انتوا شايفيني بعملها بيه كده، هتبقى معاكم حلوه جدا وهتبقى سلسه وسهله. كده عندي الحشوه بتاعتي، وانس اني انا هعرف اعملها كده وادوس عليها، وانا بدوس عليها لازم وانا بشتغل ادوس عليها كويس قوي، وانس انها اتلمت معايا كده اهي، يبقى انا الحشوه بتاعتي جاهزه عشان اعمل بيها البسكوت. بعد ما نشكله ونسيبه يستريح 5 دقائق كمان، وبعد كده ندخله الفرن على درجه حراره 180، نحطه في النص نشغل عليه فوق وتحت الاثنين يعني، ولو فرن هوايه يبقى حلو برده معاكم جدا، بيوزع الحراره بطريقه حلوه ومتساويه، وهيبقى معاكم الموضوع لطيف جدا. عملت ده هنا وهحطه مده قد ايه؟ هحطه مده 10 دقائق، البسكوت هياخد معاكم ربع ساعه بالكتير، وهيخرج معاكم بسكوت حلو قوي. لما اخرجه هحط الصينيه على جنب ما المسهاش خالص غير لما يبرد معايا، هعمله كده وهاجي في النص هنا هعمل كده اهي، هقفله هنا وابتدي، خليني ثانيه واحده، خليني اعمله كده بايدي وابتدي اقفله بالطريقه دي. هتقولوا لي طب ما هو فتح يا زوزو من هنا، عادي جدا حتى لو فتح هنقفله احنا بالشكل ده ونبتدي نشكل فيه بالطريقه دي. اكمل انا البسكوتات بتاعتي وادخلهم الفرن على درجه حراره 180 مده 10 دقائق ماكسيموم 15 دقيقه، واحطهم في نص الفرن، ده اهم حاجه.